ينضم إلينا مراسلة الغد من باريس بلقيس النحاس ومن الجزائر كريم قندولي. أبدأ معك بلقيس، ماذا عن رد الفعل الفرنسي تجاه هذا القرار الجزائري؟ يعني للآن شروق لم يكن هنالك أي رد فعل رسمي من قبل الإليزي أو الدبلوماسية الفرنسية أو أي مسؤول ضمن يعني الدبلوماسية الفرنسية. لعل هذا التأخير أتى من حساسية الموضوع وصعوبة الموقف، خاصة أن يعني العلاقة الآن بدأت بالتوتر بين كل من فرنسا والجزائر، خاصة بعدما فرضت الآن الجزائر حظرا جويا للطائرات العسكرية التي تقوم فرنسا عادة باختراق أو طيران والتحليق في سماء الجزائر قبل وصولها إلى شمال مالي، لمتابعة طبعا واستكمال عملياتها اللوجستية ودعمها أيضا للقوات الموجودة في يعني باراخان، قوة باراخان، الجنود الفرنسيين الموجودون في شمال مالي لمواجهة الجماعات الجهادية الإسلامية هناك. وبالتالي فإن اليوم التصريح الوحيد الذي خرج هو من قبل رئاسة الأركان، المتحدث باسم الأركان الفرنسية، والذي قال أن ولم يتم اختار فرنسا بهذه العملية، يعني اختار مسبق قبل إلغاء عمليات الرحلات الجوية العسكرية للجنود الفرنسيين، وبالتالي تم إعلامهم فقط عندما كانوا يودون الحصول على التصاريح لهؤلاء الجنود، وبالتالي لم تصدر التصاريح من قبل الجزائر، وبالتالي علم الجيش الفرنسي أنه سيكون ممنوع يعني مغادرة الطائرات الفرنسية العسكرية للتحليق في سماء الجزائر. وبالتالي هذا التصريح والذي أطبعه أيضا المتحدث باسم الأركان بأنه لن يؤثر على العمليات اللوجستية التي تقوم بها فرنسا لدعم جنودها في شمال مالي، وقال أنهم سيستطيعون التكيف خلال الأيام المقبلة للتعامل مع هذا الموضوع. وذكرت أيضا مصادر من داخل الجيش أن هنالك طائرات الآن بدون طيار تقوم بالعمليات أو بجمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة بشأن استكمال العمليات العسكرية التي تقوم بها يعني أو يقوم بها الجنود قوات باراخان الفرنسيين في شمال مالي. ولكن يعني لعل التصعيد هذا الذي يعني قوبل للآن فقط بتصريح من قبل الجيش الفرنسي ردا على إغلاق الطيران العسكري، ولكن للآن الفرنسية أو الدبلوماسية الفرنسية لم تصدر بيانات، خاصة أنه يعني العلاقات كانت نعم تفضلي شروق. ابقي معنا بلقيس. وإلى كريم، كريم يعني الخطوات الأخرى المتوقعة من الجزائر تجاه فرنسا كيف تبدو؟ شروق، الآن تم حظر التحليق فوق الأجواء الجزائرية من طرف الرئيس عبد المجيد تبون على الطائرات العسكرية الفرنسية، وبالتالي كانت هنالك طائرتين يعني كانتا تتوجهان نحو تشاد. الأولى يعني قطعت مسافة كبيرة لم تكن ربما على علم بذلك، واضطرت على قطع أجواء إسبانيا ثم المغرب ثم الصحراء الغربية مرورا بموريتانيا ثم مالي ثم النيجر وصولا إلى تشاد. بالتالي هناك بلدان عديدة ستضطر القوات الفرنسية وجنود الفرنسيين والطائرات العسكرية الفرنسية على أن تقطعها، بعدما كانت تقطع مباشرة الغلاف الجوي الجزائري أو أقول الأجواء الجزائرية مباشرة نحو هذه البلدان في الساحل الإفريقي. هذا الامتياز كان يعني قد حصل عليه أو حصلت عليه القوات الفرنسية من طرف الرئيس الراحل السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه، أين تم إلغاؤه فورا بعد هذه التصريحات اللامسؤولة مثلما وصفتها الرئاسة الجزائرية من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالتالي هناك خطوات أخرى في انتظار أيضا ما ستسفر عنه التشاور ما بين أيضا الرئيس الجزائري وزير الخارجية وأيضا السفير الفرنسي. قد تكون هناك يعني خطوات إجرائية إضافية خاصة على المستوى الاقتصادي مثل ما يؤكد الخبراء. قد تكون هناك إلغاء بعض الصفقات، وقد تكون هناك يعني ربما فضل الشراكة، وقد بدأنا نرى ذلك خلال العام الأخير بعد إلغاء ربما صفقة تسيير المترو، وبعدما أيضا تم إلغاء وفض الشراكة مع شركة التسيير وتطهير المياه هنا في الجزائر سيال. بالتالي الجزائر
الجزائر تتجه بخطوات ثابتة للرد بما ينفع وبما ربما يقابل هذا الاستفزاز الفرنسي، حتى على الأقل يعني ترضي الشارع الجزائري الذي هو الآن في قمة الغضب بعدما تساءل ماكرون حول هويته وحول أيضا عدم وجود أمة. وبالتالي اليوم الجزائريون على صفيح ساخن وينتظرون هذا القرار الذي سيأتي من السلطات الجزائرية ردا على هذا الاستفزاز الفرنسي. شكرا كريم قندولي، كنت معنا من الجزائر. بلقيس نحاس، كنت معنا من باريس. شكرا لكما مراسل الغد.